ذكر أخونا أيضا في حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. يقول المذكور في الصلاة هو الفاتحة أو المقصود بالصلاة الفاتحة، لماذا ذكر أو سماها الصلاة؟ لأنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، فلذلك سماها صلاة، لأنه لا تتم صلاة أحد إلا بقراءتها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقال في حديث عبادة في الصحيح، وقال في حديث أبي هريرة في مسلم من لم يقرأ بفاتحة الكتاب بأم القرآن، من لم يقرأ بأم القرآن فصلاته خداج أي ناقصة، وهذا يدل على ضرورة على أهمية قراءتها وأنها ركن من أركان الصلاة، ولهذا سميت صلاة، وهذا من الأدلة قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين وذكر الفاتحة، لأن محور الصلاة ليس الوقوف إنما الإجلال لله عز وجل بالفعل والقول، والقول أعلى قراءة الفاتحة. جزاك الله خير.